مرحبا بحضراتكم من جديد. الست ام محمد بتقول عملت عمره هي وزوجها، وبعدين في الصفا والمروه في السعي يعني كانوا بيريحوا كل شوطين لان زوجها مريض قلب. وبعدين بتقول انهم سالوا حد فقال لهم لازم تعيدوا الاشواط تاني. يعني لا يشترط التتابع في السعي بين الصفا والمروه. يعني ايه التتابع؟ يعني مش لازم يبقوا ورا بعض ورا بعض، يعني جبت السعي بين الصفا وبعدين المروه وبعدين الصفا وبعدين، مش لازم يكونوا ورا بعض. ممكن انا كل شوطين، كل ثلاثة، كل شوط اريح شويه وبعد كده اكمل. المهم ان السعي بتاعي يكون اتمه 7 اشواط. ان الصفا والمروه من شعائر الله، هذه الشعيره تتم بتاعتها 7 اشواط. كل شوط بريح، كل شوطين انا بريح بتعب حتى لو انا لم اكن مريض. المهم ان انا اتم 7 اشواط وتقبل الله منكما، وما فيش اعاده عليكي ولا على زوجك يا ست ام محمود.